صديق حسن الزيدي، أنا أعزب، رأيت في منامي أني خطبت قريبتي، ولكن بالعكس أهلها هم من خطبوني لها، مع العلم هي عازبة، وكذلك عندي مشاكل معهم. طيب إذا البنت يعني أنت راضي عنها أو يعني حاسس أنها مناسبة لك بشكل عام، سواء هم خطبوها أو أنت اللي خطبتها، إذا البنت حسيت أنه دينها وأخلاقها وتعاملها وشكلها وكل شيء يعني مناسب لك متقبلة أنت، لأن ضروري إسعاد الزوجة، ما يكفي أنك أنت تجامل عشان تتزوج، لا تكون أنت حاسس أنك أنت متقبلها، حاسس أنك أنت راغب فيها عشان تتزوجها، مش بس لأنه والله البنت اهلي خطبوها او هم خطبوني انه خلاص انا اتزوجها عشان ما زعل احد، لان انت بالنهايه اللي حتكون معها. فممكن الشيء ما يظهر في بدايه الزواج، بس يظهر المشاعر هذه في المستقبل، وربما يصير العكس تحبها اكثر في المستقبل. بشكل عام هذا تاكيد وتثبيت على ما على زواجك منها، يا رب سبحانه وتعالى كان يبعث لك اشاره انه لا خذها، ان هذه مناسبه لك، انت الاولى تخطبها.